السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هذا اليوم عن مولد الكهرباء في السيارة أو ما يسمى بدينامو أو ألترناتور. سنتكلم عن مبدأ عمل الدينامو وفائدته في السيارة وكيف نقوم بفحصه. مكان وجود الدينامو يكون ثابتا في المحرك ودوره هو تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، وهو يعمل بمبدأ الطاقة الريحية الموجودة في الجبال والمولدات الكهربائية الموجودة في السدود، ويتكون من الروتور عبارة عن مغناطيس والستاتور عبارة عن ملف أو ما يسمى ببوبين. عند دوران الروتور وسط الستاتور يتولد لدينا حقل مغناطيسي ويعطينا الملف تيارا كهربائيا متنوبا، أي تيارا بصيغة كورون ألترناتيف. ونجد أيضا ريجيلاتور ويسمى بالمنظم، وهو الذي ينظم لنا جهد التيار الخارج من الدينامو ليعطينا 12 فولت بصفة دائمة حتى عند رفع سرعة المحرك إلى RPM، لأن أغلب أنظمة السيارة تشتغل ب 12 فولت. توجد أيضا دائرة كهربائية تسمى بمحول التيار الكهربائي أو ما يسمى بريدريسور، هي التي تقوم بتحويل لنا التيار المتنوب إلى التيار المستقيم، أي من كورون ألترناتيف إلى كورون كونتيني، لأن أغلب الأنظمة الموجودة في السيارة تعمل بتيار مستمر مثل كمبيوتر السيارة والزجاج والمصابيح وشاحن الهواتف، حتى البطارية تشحن بتيار مستقيم. فالدينامو هو الذي يغذي كل الأنظمة الموجودة في السيارة بالكهرباء. عند اشتغال المحرك فالبطارية دورها هو تزويد بادئ الحركة أو ما يسمى بديمارو بالطاقة الكهربائية عند بداية الحركة، وبعدها ينتهي دور البطارية وتترك المولد يتولى الأمر. هذا باختصار مبدأ عمل الدينامو. لفحص الدينامو هل هو يعمل بكيفية جيدة، قم بتشغيل المحرك، بعدها قم بنزع القطب الموجب من البطارية ولاحظ أن المحرك يشتغل، فإن الدينامو جيد ويقوم بدوره على أحسن حال. إن كانت نوعية السيارة هنا يعني سيارة قديمة، أما إن كانت السيارة ذات نظام إلكترونيكي فما عليك إلا تقوم بمراقبة التبلور، هناك رمز يشير بأن هناك خلل في المولد أو دينامو. أما في النظام القديم كما قلنا، بعد ذلك إن قمت بنزع القطب الموجب و انقطاع المحرك أي أن المحرك لا يشتغل، فاعلم بأن البطارية تساعد الدينامو لتزويد المحرك بالكهرباء اللازم، وأن الدينامو لا يعمل بكيفية جيدة. وإن كان لديك ملتيمتر هو أحسن، قم بقياس جهد البطارية والمحرك لا يشتغل، من المفروض أن تجد حوالي 12 فولت، بعدها قم بتشغيل المحرك، يجب أن يرتفع الجهد إلى حوالي 13 أو 14 فولت. إذا وجدت أكثر من هذا فإن المنظم به خلل وأن الدينامو يولد كهرباء أكثر، وهذا خطر على أنظمة السيارة. وإذا كان أقل من 13 فولت فإن الدينامو لا يولد الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل السيارة ولشحن البطارية أيضا. إذا أردت أن تتأكد أنه يشحن بشكل جيد، قم بتشغيل جميع الأنظمة الموجودة في السيارة مثل المصابيح والراديو والمكيف إلى غير ذلك، ولاحظ ملتيمتر من المفروض أن لا ينزل على 13 فولت. لو نزل فإن هناك خلل في قدرة الدينامو ليقوم بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية للسيارة. هنا قم بفحص أسلاك البطارية وتنظيفها جيدا، شد المسامير للأسلاك جيدا، وتأكد من أسلاك الدينامو أنها ماسكة بشكل جيد، وتأكد من كل
توصيلات كهربائية بأنها متميزة، متأكد بأن الدينامو يدور بشكل جيد، يعني أن دورانه دوران عادي.